بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. بعد 25 يوم قدرت ان احنا نوصل للوضع ده هو تمام. قدرنا ان احنا نوصل للوضع ده هو يا حضرات تمام. ما شاء الله حاجه جميله جدا جدا. ازهار مذكره وازهار مؤنثه في ثمار اهي 1 2 3 4 ده 5 هم كل دي ثمار مؤنثه. يعني 3 4 ايام وتقدر تاكل كوسه احلى كوسه، وممكن تقعد لك شهرين الكوسه ديت وانت بتجمع منها ما فيش اي مشكله خالص. ليه انا يعني قصه الاسطح مش عاملها بصراحه او مش ممارسها، وده بسبب طبعا انشغالاتي، ولكن نظرا للمشاكل اللي الواحد بيشوفها على اليوتيوب وكتير ما بينتقد الناس، فالاخوه يقول لك تم تورينا الزراعه دي، زراعه الكوسه يا جماعه في الاسس وباقل الامكانيات، واي واحد يقدر يزرع وينتج، وكمان كشكل زينة محترم جدا لو في الصالة أو في البلكونة. وقدرنا نغلف الغلاف ده بشكل جميل كده زي الورق بتاع الحائط، نلفه كده ونزينه ونحطه في أي مكان في البيت، وكل يوم بنحط حاجة تحت هنا بحيث أن أنا لما أروي أخد بقايا المية أطلعها أرميها برة، ويفضل قدامي المنظر الجميل ده هو تتصور حواليه كل يوم. حاجة ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا، وإلى حد ما بتاكل حاجة مش ملوثة، لأن القصة عندنا ما بقتش في تلوث الأسمدة وبس، ده فيه المبيدات وفي ناس بتروم الصرف ومشاكل كتير يعني احنا بنتعرض لها من فترة بصراحة مش من دلوقتي. يعني ده الكوسة اللي احنا زرعينها، وهنعرف طبعا احنا زرعناها ازاي، بس انا جايب لك الفيديو ده هون في الاول عشان نوصف في الاخر احنا زرعناها ازاي. خد بالك معايا وهعرفك احنا زرعنا الكوسة دي ازاي. على فكرة الكوسة دي ما ترشتش الا مرة واحدة، ومبيد خفيف خالص في الاول اسبوع، بعد كده بقالها دلوقتي 30 يوم او 32 يوم ما فيش اي حاجة نزلت عليها اطلاقا، والله العظيم ما رشناها اطلاقا. كل اللي حصل ان ده مش بياض على فكرة يا جماعة، دي صفة وراثية في الكوسة، صفة وراثية في الكوسة دي، الكوسة بتاعتنا تمام. ياريت كلنا نزرع كوسة. طبعا احنا زرعين خيار، زرعين سبانخ، وهنعرفكم برضو ازاي الخيار بيتربى في بدون اي حاجة، بدون اي بيوت محمية او اي حاجة، احنا مربيينه عادي خالص 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 بطريقة جميلة جدا، هوريها لك في الفيديو الجاي، انتظرونا بإذن الله تعالى. شكرا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا باخواننا المهتمين بشؤون زراعة الاسطح او الزراعة في الاسس. طبعا احنا عندنا اسس كبيرة اهيت وحاجة على احدث طراز، بس انا بنزل لدهون ليه؟ لمعظم الناس عندها الحاجات البدائية دهيت تمام، عشان بس لما نشوف الزرع اللي احنا شفناها قبل كده والجمال بتاعه ما نقولش اصل انتوا زرعين او انتوا مميزين او امكانياتكم عالية. لا، احنا جايبين واحد بتاع بوغيا خالص اهوت وهنزرع فيه الكوسة بإذن الله تعالى اللي انتوا شفتوها ديت احنا زرعناها ازاي. كل ما هنالك ان احنا جبنا التربة اهيا تمام، خلطنا التلت تربة مع التلت سماد عضوي زي ده هون، وهنشوف جبنا السطل ده هون او الأسس ده هون، وقمنا عاملين له ثقب كبير زي ما انت شايف كده تمام، الثقب زي ما انت شايف كده اهو، وهنبدأ نعبيه بعد ما خلطنا الخلطة بتاعتنا. ما ننساش نحط بس ايه حتة شبكة اهو تمام، وزي ما قلنا قبل كده عشان نعمل التهوية لابد واحنا بنعبي نحط الماسورة بتاعتنا تمام، وهنزرعه يعني ياريت يكون نخف النطرات فيه شوية او نخف الحاجات اللي هي بتكون فيها مشاكل ديت لي على صحة الانسان، وخصوصا النطرات النشادر يعني تمام، فيما غيرها لا ما بيبقاش، او نخف منها شوية. هنقول نخف ازاي تمام. احنا بنعبي اول القصة اهو عبناه بعد ما خلطناها طبعا، التلت مادة عضوية والتلتين تربة عادية تمام.
بس كافي. هنقوم جايبين شوية عضو من هنا ونحط طبقة عضو يا جماعة عشان صحة الإنسان، بس العضو طبعا ما يعملش حاجة لصحة الإنسان. نحطه كده بحيث ان الجذور اول ما تشتغل هتبدأ الفترة الاولى فيه، الفترة الاولى هتكون في التربة العادية دهيا لحد الجدر كده بيمسك نفسه، وبعد كده بتنزل على الطبقة اللي هي العضوية ديت عشان نخف شوية من استخدامنا للأسمدة، تمام، وبرضو نحصل على انتاجية محترمة. كده تمام، بس كده كده حطينا هون. ممكن نحط مبيدات، عايز تحط أسمدة حط، مش عايز تحط أسمدة ما تحطش، ده هو السوبر فوسفات ماشي، ده داب، عايز تحط السوبر فوسفات ماشي تحط داب ماشي، ده بوتاسيوم محبب، دول شوية سلفات نشادر، دول بوتاسيوم بوتاسيوم ناعم، سلفات بوتاسيوم ناعم. طيب انت ما عندكش دول، انت هتحط كل من دول، كل دول شوية، مش عايز تحط كفاية عليك المادة العضوية. طيب عايز تحط ما عندكش دول، كفاية عليك العشرين عشرين ده هو، تمام. على فكرة الحاجات ديت مش يعني، نحط معلقة واحدة بس كافية في الطبقة السطحية ده هي، تمام. وبنخلطها خلطة بسيطة خالص كده بحيث ان هي تبقى في الطبقة العالية تتحلل كويس. زي ما قلنا هنملى الخرسان ليه؟ عشان التهوية بتاعتنا، وعلشان ان انا اسمح بان كل يوم اروي واسمد، لان دي بتجفف الخرسانة. هنحطها هي بحيث ان المية اول ما بتنزل هنا الزايد عن حاجة التربة او عن الساعة الحقلية، مصطلح بيقولوه احنا كبتوع اراضي يعني وزراعة، الفيلد كاباسيتي او الساعة الحقلية، يعني اللي يزيد عن مسام التربة اللي هو ضد الجاذبية الأرضية. فبنمسك اهو، اللي هيزيد من هنا مية هتبص تلاقيه يرشح في ال، بنهز الماسورة واحنا بنعبيها كده، هنبص تلاقيه يرشح بعد الري مباشرة. ده طبعا من افضل الحاجات اللي الواحد بعد التجارب توصل لها، يعني ان هي تعمل لي تهوية كويسة بالنسبة للأسس وما تجيبليش عفان جذور، تمام. اهو اهي اتملت، مش مشكله الشويه اللي هيزيدوا فوق دول يعني، وانا بطلعها بهزها كده بحيث ان انا ينزل عندي دي وبرجمها عادي كأن ما عملتش حاجه. كل اللي هيزيد من هنا ميه هيتصفى في الحته دهيا. هنجيب التقوي بتاعتنا، التقوي بتاعتنا لازم، التقوي بتاعتنا لازم تكون يا جماعه من مصدر، دي شركه سيمنز. الصنف ده هو صنف كوسه محترم جدا. هنجيب الساعة دي تاخد لها كم؟ تاخد 2 نبات، تمام؟ ممكن 3 نبات. طيب اما انك تزرع وهو على التربة كده عادي مفيش اي مشكل خالص، دي التقوي كوسة اهي، دي التقوي كوسة اهي. اما انك تزرع وهو لسه في التربة عادي خالص، لسه ما رويناش مية، او انك تروي وبعد شوية تزرع الكوسة مفيش اي مشكل خالص، تمام؟ يعني زي ما يكون مش هتفرق في كتير يعني، تمام. بس انا بفضل بصراحه ان احنا نسيبها يومين تتخمر الماده العضويه مع وتتفاعل الاسمده المعدنيه مع التربه بتاعتنا، وبعد كده نبدا نزرع على الترى، لان الكوسه من اقل شيء بتقدر نقدر نزرعها، يعني بتقدر تنبت يعني باقل شيء من الميه بتقدر تنبت، وبتتنبت في وقت قياسي جدا، وقت بسيط جدا جدا جدا، تمام. لو زرعت هزرع 3 نباتات، هي تاخدش الاثنين. طب ليه ازرع 3 ربما واحدة ما تنبتش، او ازرع 4 كمان، انا عايز 2. لو طلعوا 3 مفيش مشكلة خالص، هنعمل ايه؟ نص عقلة الصباع اهي، وهنزرع الكوساية بتاعتي اهي اهي، وهنزرع الكوساية بتاعتي اهي، وبرضو هنا وهنزرع الكوساية بتاعت الحبة البذرية بتاعتي اهي، وهنمسيهم مسة بسيطة وهنروي بالمية، بس نكون حذر المية تنزل بعيد عنهم، ونتأكد في الاخر لو المية طلعتهم ولا حاجة نقدر ننزلهم تاني مفيش اي مشكلة خالص. كل شوية
كل اسبوع ممكن تسمد شويه عشرينات، لو عايز عضوي ما فيش اي مشكل خالص، ما هيطلع وهتاخد منه عضو وتمام التمام. انا زرع عضو ما فيش اي مشكل خالص، تمام. اهم شيء بنحذر من عنصر بس النطرات. لو عايز عضو كمان ممكن تجيب حضرتك في الطبق اللي احنا حطيناها ديت، وتجيب شويه هيوميك اسيد وتحطهم مع القصه دي اللي احنا حطيناها دهيت، فتلاقي الامور عندك ممتازه جدا 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 جدا، تمام. طيب عايزين نسمد، عايزين نسمد، مش هتسمد كل اسبوع، هتاخد بين صوابعك كده شويه 20 بين صوابعك اهم، او بين صوابع حضرتك، هتاخديهم كده وتحطيهم، ترشهم كده، وزي ما بتحط الملح على الـ 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 الطبيخ، تمام. هو بالظبط كده، بتاخديهم بين صوابعك اهو، اهو افترض اهو 20 20، هو فعلا 20 20، وعايز اسمد كل اسبوع بعد ما نبت اهم بين صوابعي كده، ورشهم حوالينهم كل يوم والتاني، يومين والتالت نرش، هتلاقي ما شاء الله حاجة محترمة جدا 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 عندك. وبتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو ده هو، وطبعا قدامكم عالم مالي شايفين الانتاج بتاعه اهوت.